بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. انظروا إلى الراق المخرف حامل المسك، أي قرآن يقرأه؟ هل يقرأ آية الكرسي أو المعوذتين أو الفاتحة؟ انظروا، يقرأ كلام فارغ من عنده يرتله كأنه قرآن ليزيد الشيطان تمسكا وتسلطا في المريض المسكين والمرضى المغفلين، يتابعونه بالآلاف بسبب ابتعادهم عن أحكام الرقية الشرعية وابتعادهم عن فتاوى العلماء. انظروا واسمعوا لكي تروا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي كلام يأتي على رأسه يقوله، لا يهم، المهم يسجل ويعربد ويلعب بعقول الناس. يعني آية قرآنية يكررها، سبحان الله، يبعدون الناس عن سماع القرآن وقراءة القرآن. رجع ملك ذوك الآن، الشيطان الجني رجع ملك. اسمع طيار، اسمعوا كيف يردد كلمة طيار. عرفه الطيار، عرفه بأنه ملك وطيار، ملك، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا، اسمعوا كيف يردد كلمة طيار كأنها الفاتحة. طيار، أي نوع من الطائرات؟ يلعب بعقول الناس، يلعب بالمرضى المساكين. طيار، ينادي الشيطان، طيار، استغاثة. طيار، لا حول ولا قوة إلا بالله. أين عقول المرضى؟ أين عقول أتباع هؤلاء الرقاة؟ رقاة الخرافة والدجل، يتركون ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويأتون إلى هؤلاء المخرفين. يبقى إلى الصباح وهو الطيار. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.